بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اباك الاجلاء اخوتي واخواتي بالرب يسوع، انا بشدد شكري باسم زاد صوت حقي لاكون اليه على دعوته لنا في معكم بهالقداس المبارك، ونكون كلنا سوا بنشارك بهالذبيحه الالهيه اللي هي ذروه حياتنا المسيحيه. وانا وياكم بعدنا كل احد عم يكون عندنا تامل، وكل احد عم يتامل بخمس شغلات. هالانجيل يلي سمعناه اليوم انا بلخصه بخمس كلمات. الكلمه الاولى هي ابتعاد. الكلمة الثانية هي انقياد. الكلمة الثالثة هي ارتداد. الكلمة الرابعة هي استنجاد. والكلمة الخامسة هي انتقاد. هالخمس كلمات هون بيلخصوا الانجيل بالمستقبل. ورح تشوفوا انه كل كلمة من هالكلمات هالشكل يلي شطر سرد تبينه بيشبه بالواحد منهم. ولا مره نحن بنفكر بهالانجيل انه نحن نحط حالنا محل هالشخص. فاليوم انا وياكم رح نقرا هالانجيل كل واحد منا محل هالابن الضعف. إذا بتتذكروا بأول وعظة قلت أنا وياكم، حكيت أنا وياكم عن الاختيار، إنه ربنا بيختار كل واحد منا، وما حدا منا موجود بهالمكان، بهالزمان، بهالوقت، بهالعين، بهالرعية، بهالكنيسة، بهالوطن صدفة. فإذا كل واحد منا في عنده دور. ووجودنا بها الأرض أنه صدفة. وأنا كإنسان ربنا اختار، وأنا كإنسان ربنا ميز، لأنه ما حدا منا بيشبه الثاني. يعني نحن بنقول بالمزح إنه أيه الله خلق وكسر الآلة، صحيح؟ الله خلقني وكسر الآلة. الله خلق وكسر الآلة لأنه ما حدا منا بيشبه الثاني. حتى دعوهم يكونوا موجودين ببعض الواحد، بشوف كل واحد في عنده تفكير، وكل واحد في عنده شيء بيفهموا عن خير الانسان. فاذا انا الانسان يلي الله اختارني، انا اللي مختار ابتعاد عن الله. مشان هيك كمان امنا بالخطيه، وشفنا انه الخطيه مش ممكن تكون الا اذا انا مقصود. الخطيه مش ممكن تكون الا اذا انا ناوي من كل قلبي، انا ناوي على الخطيه. فاذا انا لما بقرر انه ابتعد عن الله، فاذا القرار بيرجع مني انا. قررت الشاب الغني كان عايش بالمجد، كان عايش باختيار الله له، قرر منه لحاله انه يبتعد. ابتعد. هلا في فرق بين الابتعاد، بين الشخص يلي بيروح بيأسس عائله ويبتعد عن بيت بيته، في فرق بين الشخص يلي بيبتعد حتى يمشي بطريق الغلط. مشان هيك الابتعاد كان انقياد. انقياد وراء مجد هالدنيا، وراء اباطيل هالدنيا، وراء المال، وراء الشهره، وراء نساء الزواني. بقلنا الانجيل فبدد ما له، فبدد ما له، يعني مش انه انسان عرف كيف بده يصرف مصرياته، انسان بدد مصرياته مثل واحد مش شايف الرزق واجا معه في المصاري وراح كبر مصرياته. فاذا انقياد، انقياد ورا الشهر ورا الشهره، انقياد ورا اللذه، وانقياد ورا اباطيل هالدنيا. ونحن كمان
الانسان يعني بيبتعد عن الله اول مره بيصير هيكل على كل يوم عمار شو بدها تزيد شو بدها تاخر ابتعاد الارتداد بيكون بلحظه الارتداد بحياتنا بيكون يمكن بعلامه بخبروا عن شابين كانوا واحد منهم ما بيجي على الكنيسه ابدا ورفيقه بيجي بتكرار على الكنيسه فهون يوم من الايام بيجي لعند صاحبه بيقول له تعا معي على الكنيسه خلينا نقدس قال له يا زلمه ما بحب القداس ما لي جلادة ابونا وبعضه قال يا زلمه معلش بنرجع بنروح بنتغدى سوا بيجوا لما بفوتوا على هالكنيسه بيشوفوا في خوري ختيار عم بيقدس ولما بيخلص الخوري بيجي يحكي كلمتين والبعض بيخلص بيقول له نقطع الصف وبيحمل حاله بخلص القداس وهالزلمه يلي ما كان يجي على الكنيسه صار كل يوم ولا كان يجي على الكنيسه يجي على الكنيسه يجي على الكنيسه حتى رفيقه تعجب واجى لعنده قال له يا عمي انت طول عمرك ما بتجيش على الكنيسه شو هالانقلاب اللي صار بحياتك؟ قال بتذكر لما جيت انا وياك على الكنيسه والابونا قدس هيك القداس قال له بس الابونا ما وعظ قال له مظبوط بس الابونا قال نقطه على السطر وانا قررت انه احط نقطه على السطر بحياتي وبلش بسطر جديد وبلش بصفحه جديده وهيدي كانت الارتداد ما حدا منا يفتكر انه الارتداد بده يكون بظهوره مثل ما ربنا ظهر لقديس بولس وقال له انت بطلت شاول انت صرت بولس الارتداد يمكن يكون بكلمه والارتداد يمكن يكون بشخص والارتداد يمكن يكون بشغله تصير بحياتي بعلامه ربنا يعطيني اياها حتى انا اقرب وارتد هالابن الضار هيدا ارتداده كان من الجوع لان لما ابتعد عن بيت بيته بيخسر خمس شغلات الشغلة الأولى يلي خسرها أول شيء هو الإنسان يلي كان كل الناس بتخدمه صار هو عم بينبي شو بده يخدم الشغلة الثانية هو الإنسان يلي كان يشبع الناس بالخير يلي كان موجود عنده صار محتاج لمين يشبعه ثاني شغلة الإنسان يلي كان كل الناس تشتغل عنده صار هو عم يشتغل عند الناس الشغل الرابع الانسان يلي كان الاكل عم يخطر في بيت بيته صار يتمنى انه ياكل من اللحم من لحم من الاكلات الخنزير والشغل الخامس حتى الخنزير يلي كان هو من حيوانات النجسه ما حدا كان يعطيه انه ياكل فاذا خسر خمس شغلات من هون كان الاستنجاد والاستنجاد يلي بيكون عادة الشخص اللي بيستنجد كان مر بطرس لما مشي على المي وشك وسقط قالوا يا رب نجي حس بإيد الله عم تسحبه وعم بيقول له لماذا شككت فنحن عادة الاستنجاد بيكون استنجاد بالله بس بدنا ننتبه لأنه مرات كثير نحن بنحط اللوم على الله لأنه الإنسان على طول بده ينبش على شخص بده يحط اللوم عليه يعني إذا أنا غلطت على طول في شخص هو الحق علي هو اللي خلاني غلط إذا أنا إذا صار معي أي حادث من الحوادث وما في حدا حط اللوم علي حط اللوم على الله الحق عليك يا الله بطل بيجي على الكنيسة بياخذ موقف من الله وبلحظة من اللحظات برجع أنا لذاتي برجع بستنجد بركض لعنده بقول له يا رب ما إلي غيرك فإذا هالشخص لما كان بأمجاد ومعه أصلياته ما كانش عم يقرا بس لما طفر وطلع نبش على أصدقائه السوق يلي كان عايش هو بيهم وما حدا تطلع فيه ساعتها رجع لعمر ويا ما نحن بنشبع نحن لما نكون بصحتنا منيحة نحن لما نكون كل شيء تمام مصرياتنا منيح أكلنا منيح كل شيء منيح ما بنطلع بالله ما بنطلع بالله الا وقت الشدة ما بنطلع بالله الا وقت اللي بدنا نلومه وينك يا رب ليش ما بتجي ليش ما بتتدخل استنجاد وعلى طول الرب ناطق ولا مرة الرب لما بيكون بيقول لنا
استنجد ببيو لمين بيرتد لبيو اخر كلمه كانت انتقاد الانتقاد اكيد ما بتجي من البي لانه بينا هو اله الرحمه هو اله المحبه مش ممكن اللي ينتقدني يلي انا ناطرني ارجع كان ناطره بيو وبنشوفه لما بيرجع بيربح خمس شغلات اول شغله ربحها اول شيء كان عم يظبط الكلام اللي بقوله عم ينمي الكلام قد خطئت الى السماء واليك فلست اهلا ان كنت على جبنا اجعلني احد جراء شو هالكلام هيدا كلام قاسي يعني ظبط هالكلام شاف انه بيو ناطره ما خلاه يقول ولا كلمه اول شغله بيربحها هي العبطه البوسي علامه المغفره هو اللي ابتعد ما ودع بيو، بيو كان ناطره حتى يرجع يغمره ويرجع يبوسه. تاني شغله ربحها التو اذا بنرجع للعهد القديم بنشوف انه يوسف هي اخته كلهم سوا، بيو شال التو ولبسه هو. شو معناتها؟ انه لبسوا التو بالاماره، انه انت من بعدي. لما بيلبسوا التو معناتها عم يرجع يرده لنفس المكان اللي كان موجود فيه. عم بيقول له انت الامير. انت ما بترجع لعندي عبد. انت بترجع لعندي امير. حتى لو تركت وفليت انت بتضلك امير بعيني. الشغله الثالثه لبسوا الخاتم. الخاتم علامه السلطه. يعني نحن لما بنترك الله ونرجع لعنده بنرجع بنفس المكان بيرجع بلبسنا الضوء بيرجع بلبسنا الخاتم من اول وجديد بيلبسوا الحزام الحزام يلي بيرفض للحريه لانه ما حدا كان بيلبس الحزام الا الانسان الحر العبيد كان بيمشوا حفاة فاذا هو لما ترك بيت بيو بطل عنده بط صار حافي استعبد من لذته رجع لعند بيت بيو رجع حر واخر شغله ذبح له العجل المسمن ذبح له بيو العجل المسمن يعني كان في فرح بالبيت فاذا هالانسان يلي اجى لعند بيو واعترف بيو عمل له هالشغلات وربح له خمس شغلات البوسي الدو الخاتم الحزام وذبح له العجل المسمن بس نحن المشكله فينا انه الاعتراف على طول بنضلنا مرعوبين واستنجادنا بيكون بشرط منضل متزنين من كرسي الاعتراف كرسي الاعتراف بالنسبه لنا انه من هو الابونا وشو هو الابونا والابونا افضل مني ما الابونا بضل مثلي مثله ما الابونا انسان ليش انا بدي اعترف له يا احب احفظه الاعتراف ست حروف حرف الالف اكتشاف خمس شغلات بقلبي حرف العين اكتشاف عمق محبة الله. حرف الت تسامح الله. حرف الر رحمة الله. حرف الالف امانة الله. حرف الف فرح الله بعمل كل انسان خاطي للدولة. إذا ما حدا يفتكر انه الاعتراف هو مكان جلد. الاعتراف هو المكان يلي بدك تربح هالخمس شغلات يلي خسرتها انت لما ابتعدت عن الله. الله رح يرجع يلبسك رح يرجع يغمرك. رح يلبسك الدواء رح يرجع يلبسك الخيط رح يشيلك من عبوديتك ويقول لك انت حر من اول جديد رح يذبح لك العشر المسلم هيدا هو الاعتراف اخر شغله هي الانتقاد نحن ما بنعرف الا ما ننتقد خير مش ممكن ما نحكي عنه ما هو بيشبهنا الخال يلي رفض ابن سمي خي وخي شو بيقول له لبيو؟ ولما عاد ابنك هذا ذبحت له العجل المسمى مش راضي ابن سمي خي وخي قد ما هو محمول ليش؟ لانه مش مكتفي بنعمة الله عنده على طول عينه على الاخرين وانا على طول بحياتي عيني على الاخر شو سيارته شو بيته شو عمل شو بيلبس
ولا مره بتطلع مرايه حياتي بقول بشكرك يا رب على الشيء اللي عطيني. على طول بتطلع غيري شو ما عنده. عنده سياره بتجيب سياره مثله، عنده بيت بتظبط بيتي مثله، وليش لا؟ بشوفه بافضل مني. على طول بتطلع بالسوء الانسان الاخر، ولا مره بتطلع بالخير. غمضوا عينيكم فكروا انه قديش بتسقي 90% قديش نحن بنفكر سوء. قديش نحن بنفكر سوء من الجر انه انا مش قاعد ناظر عليك. نحن عم نحكي مبدا الانسان هيك على طول بيتطلع بالسوء، مش ممكن يتطلع بالخير. بيشبه لخي ابن الخي بس على طول. ولما عاد ابنك هذا باي شو عمل؟ رجع ذكر. ولما عاد اخوك ذكر، هيدا خيك مش ابني، هيدا خيك. فاذا على طول الانسان طميع، كل شيء بده اياه لك بده اياه لك بده اياه لك. ان شاء الله هم خمس نقاط هودي كل انسان منا تعرف بين الآب السماء والخسر يعرف انه يرجع. حتى انهي انا وياكم بدنا ننهي خبري مثل العاده يخبروا ناس عم تصرخ بتقولوا زيح بيزيح على جنب بيطلع بيشوف الملك جاي. الملك جاي بأبهى صوره والناس عم بيحوروا له شخص كثير. بيطلع هيك بيطلع على طول بده يستنشق بالله. قال له ولو يا الله معقول انا قصار وهو ملك؟ ليش انا ما بكون ملك؟ هو عم يكون هالكلام بيتحول الزلمه وبيصير هو الملك وبيشوف حاله انه هو اللي مالك وبيشوف بقيه الناس عم تقوله. هو مالك بيطلع بيشوف انه الشمس مزعجه والشمس ضربته بقص اثنين عين بيعمل هيك. اوف معقول يا الله؟ طب ما انا الملك. اذا انا الملك معقول انه الشمس تضربني بعيني؟ يعني في شيء اقوى مني. يا ريت بصير شمس. هوب تحول صاحبنا وصار شمس. هو والشمس شغله حلوه كثير ضوي على العالم بالمساواه. بيطلع بيشوف غيمه تمرق هالغيمه وتغطيه. بقول اوف معقول يا الله؟ طيب انا شمس معقول هالغيمه هيك انه تغطيني؟ يا ريت بصير غيمه. بلحظه بيتحول غيمه. ولما بيتحول غيمه غيمه بقى الغيمه بفوتوا ببعضهم ببلش تشتت. هيدي شغله الغيمه. بيطلع بقول معقول يا الله؟ ما خليني اقول شتا. بيتحول الزلمه بصير هو الشتا. هو عم يشتت صار يشوف انه عم يسقي الارض. بس بين هالشغلات اللي عم ينزل عليها وما عم تتاثر في هون صخره كبيره. بقول له لا معقول؟ طيب انا شتي كل الناس عم يتاثروا فيني محل الصخره الا هالصخره. ردني صخره اعمل لي صخره. بيتحول بصير صخره. ولما بصير صخره بيشوف انه جاي قصاب حامل بايده المهدي جاي بده يقصر، جاي بده يكسر. بيرجع قدام الله بقول له يا رب انا بشكرك على الشيء اللي انت اعطيني اياه. وهيدي هي الكلمه اللي نحن بدنا نقولها. يا رب انا بشكرك على الشيء اللي انت اعطيني اياه. ما بدي اطلع بغيرك، ما بدي انتقل لغيرك، لانه انت مليني بنعم كثير مهمه وبنعم كثير كبيره. انا بشكرك يا رب على كل شيء. بهالفعل الايمان هيدا ننهي وعصتنا لليوم.